السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. نلتقي اليوم مجددا في سلسلة دراسنا الهندسية، وموضوع دراسنا اليوم هو شرح حفظ صور عالية الدقة، وهذا على برنامج جوجل ايرث برو فيرسون 7.1. احنا باغيين نهزو صورة عالية الدقة، مثلا نهزو الصورة هذه، مثلا نخيلو الصورة هذه وباغي ندولها اوريجستري، بصح الصورة تاعنا تكون عندها جودة عالية. نجيب لهنايا فيشي، نجيب لهنا اوريجستري، اونريجستري ايماج. في النسخه هذه لاحظوا بلي كان عندنا لهنا، عندنا عنوان تاع الخريطه نتاعنا، وعندنا لا ليجوند نتاعنا. حنا هذه نسحقوا ما نحذفوها، نحذفوها نجيب هنايا نكروشيو ولا نديكروشيو. هنا عندنا ليجوند نتاعنا، عندنا سكاي نتاعنا، عندنا الكومباس تاعنا، هذوما نقدروا نديكروشيوهم كامل، ما نحتاجوهمش. اوكي دركا نجيو لهنايا نخيرو الجوده نتاعنا. حنا نخيرو الجوده هذه ماكسيموم، غنديرو لهنايا كليكيو هنايا وندير اوريجستري ليماج، ونخيرو البيرو ونسميوه مثلا زاد، ندير اوريجستري. لاحظوا باللي عملية الحفظ اونكورايت، كان هاي عملية الحفظ اللي تمت العملية. نروحو لهنا للمكتب نتاعنا، هاي الصورة نحاول نفتحوها، زاد نحاول نفتحوها، هاي تفتحت. نيكون نجيو هنايا نشوفوها، يعني بجودة عالية. اوكي نحاول ندخل هنايا، ها نشوفوه من هنا، يعني بجودة عالية. يعني ببساطة هذا هو الدرس تاعنا، نتمنى يكون الدرس سهل، وما تبخلوش علينا دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.